السلام عليكم كيدايرين لاباس عليكم جيسبر تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بالناس الجداد اللي انضموا لعائله ساكنه فلوغ، كنقول لكم مرحبا بكم كاملين وشكرا لكم على الدعم على الاشتراك وعلى الرسائل الزوينه اللي كتقولها في حقي، وكذلك شكرا للناس اللي قناه من اول محلات القناه وانتم معايا كنقول لكم شكرا لكم جزيل الشكر اللي باقين لحد الان متبعيني. البنات اليوم انا في منطقه ديال كنكيران، بلاصه فين ساكنه تخيلوا معايا والله تتوحش هذا الشارع، عفتي توحش هذه البلاصه قسما بالله. عفتي هنايا هنا ما نعاودش لكم واعر الدار ديالنا دار الوالده، يعني داري القديمه قبل الزواج، يعني دار العائله ديالي. البلاصه فين كاينه بلاصه واعره، علاش كتحسوا ما فهمت الان زوينه نقيه، بلاصه نقيه صراحه وكيعجبني نجي لهنايا. لا اذن كيدنا عند بالي سهله ساكنين حنا نقولوا بحال ساكنين في القرعة تحت من المحلات ديال الجمله، يعني دابا يا شحال هذه في الساعه البنات الواحده ونص، كل واحد نص ساعه تقريبا هكا تلقى سقين. المهم دابا انا جايه عند الوالده صراحه توحشتها هي والحاجه توحشهم بزاف، قلت لي مالا اليوم ما غاديش نمشي للداري بكري، خديت الاذن مع الزوج العزيز انا عارفه راجلي ما لن يخرج اصلا اليوم ما خدامش، قلت له على الاقل سيري للسوق تقدا ليا، لانه انا كان بعض المرات كنجي معطله واخا ما نجيش عند الوالده هكايا كيكون زحام في الطريق، قلت له سير تقدا ليا وانا اليوم راه غادي نخرج مع صحاباتي، وصراحه كنت غنخرج اليوم مع البنات وانا نبدل الراي ديالي، قلت علاش نمشي عند الوالده نشوفها توحشها هي والحاجه ونديك الساعه نديرو بروغرام اونصوبل ونديرو ونخرجو. شوفوا البنات هنا المحلات ديال الجمله ديال حوايج النساء غنبلاصه كل حوايج النساء، حوايج الرجال ما تلقاوهمش هنا. المهم دابا انا غنطلع عند الحاجه راه ما فخبارهاش انني جايه غندير لها سوربرايز. شوفوا ها الباب ديال الدار وهالحوايج، يعني غير هز وطلع ما شافك حد لا كنضحك حنا بغينا الحلال ما بغينا الحرام. اصلا هادشي اللي خارج هادشي ديال قولوا لي نتوما ديال الصوفة بحال هادو اللي عندي، راه كنت كنلبسهم، كانت عندي وحده في بحال هادي اللي لابسه نيت انا، كانت عندي وحده في الغوز هي والسروال ديالها ووحده في الماو، كانوا عندي وحده في الكريت، عندي ثلاثه اللي باقي عاقلي. انا نقلب لكم الكاميرا باش نوريكم الا قطه بسيطه ونطلع للدار. المحل هذا تا واحد الدار هالباب وهالمحل الاخر، هذا المحل هذا كيبيع داكشي ديال الفايشن هكا ديال الروسيين، المهم داكشي ديال الهيب هوب والتخربيق. الا باقي عاقله انا دخلت انا اختي سمير هنا خدات شي سلعه، عندك هذا حتى هوايا، هادو كاملين محلات هنايا يعني ميكست عندهم، راه هاد الشارع راه شوارع هما، وعندك هذا هو اللي خارج عاوتاني هاد العام على قبل البرد، هادو كاينين هادو بالسروال ديالهم كاينين بالصايا وكاينين ديبوليغو شوم، يعني هنا جميع انواع الملابس تلقاوهم. هذا جاري حط الدار يعني هز ما شافك حد. سلام عليكم. لما لما ما عندنا ما والو قطوع الماء، معندناش الماء سير بحالك، معندناش الماء. كديرين بنياتي لاباس عليكم بخير مرحبا وسهلا زيد اختي العا افتتار تحيت مع راساتي باش شعلت الكاميرا باش نصوركم الوريده ديال الحاجه. انا ماما في خبارك المحبق اللي شريتي ليا الله يرحمه، عارفه انا كيف تهضر، لا الدار سخونه وبرا بارد كيما درت وحله، ايوا هادشي اللي كاين. افتي الحاجه ديك هنا شنو داروا ريبوها وبناوها من الجديد، وا شوفي شوف افتي هنا كان الجيران هنا كان كيعجبني نطلع عليهم المرات، افتي متي ولا نقيقيه باقا عاقله على امي وي افتي ديما الحاجه تبارك الله في رمضان الوحده الجوج ديال اللي تلقاها داخله الكوزينه كتطيب ريبوها صراحه راه مزيان كي داروا باش تعاودوا كل شيء بناوه من الفوق انا ايه قلنا علاش ايه باش تبان كبيره وقال بغا يديروا من الفوق عاودوا كان قديم
واي واي توحشك العفريته. واي كيبان الشعب ما كيبان والو. كيبان صح. احنا اللي عينينا مغمضين. والله مغمضين. كي دايرين البنات لاباس عليكم؟ اجو اجو الشربواتين المغربيين. يوم مرحبا بك افتي هنايا البنات في الصيف واحد البركه يا اختي. انا هنا فين كنعس؟ شوفوا الغريضات. وياه حنا في انا في الصيف هنا فين كنعس صراحه؟ في الدار في الصيف راه ما نعاودش لكم راه فران فران ايه فران سخون. كنجي نعس هنا بعض المرات حتى يصبح صباح كندخل لداخل. يا ساتي اللي كاين نتسنى ماما باقا ما جاش راه باقا في الخدمه تجي ونقصيو ونطلعوا تدي هذاك محيبق صوري تحذري عليه غنمشي نطق قلبي من هنا ثاني الحاجه هذا ولكن كنفكر الجم هزوا ليا وانا غنمشي في الترامواي دي من ديش. اه هاي الحاجه جات. يا بنات يا بنات يا بنات صراحه ماشي البنات حتى الولاد معايا قطعت عليكم. كانت الوالده جات قبيله فاش كنت كنوريكم الوريده اللي قالت لي الحاجه هي صراحه ما قدرتش نهزها مع الطقل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تاع الله هضره ماشي موشناكم. كي دايرين لاباس عليكم بخير؟ هشتا هالبرد هالشمس الحمد لله شكرا لله. كي دايرين اخباركم؟ تعاودوك واش مزيان؟ الحمد لله لاباس. ما قالوش لي شنو دابا هذا جات هي اليوم شويه معطله ماشي مشكل بقات كنتسناو تغدينا ودابا حنا راه جينا هنا المنطقه ديال زيتين بورنو جيت للطوبيسات غادي نمشيو لواحد البلاصه زوينه خاصه نقلب على الرقم ديال الطوبيس اللي غنركب فيه دوكسان اوت اني تي يا سي دوكسان اوت ها هنا 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 غنركب في الطوبيس وفاش غنوصل ديك البلاصه غادي نقول لكم. شي كليان ديما كنقطع لك الهضره كانوا عندي شي كليان جزائريين تبارك الله وصل عندي 12 واحد عرفتي المحل كيغلي كيغلي ما كتسمعي بودن والخبار في راسكم. نقول لكم نقول لكم بيني وبينكم شوف انا نهار السبت كيجي عندي الكليين كنصدرو حتى نهار الاثنين سالينا والله العظيم واخا عندي الكاميرا وداكشي ما كنحماش انا واش انا بيت نسد انت واقف عليا والله العظيم اللي كنخدم وراسي راسي في الارض ورجلي في السطح ماشي مش المهم خليكم معنا نوصل ونوريكم واحد البلاصه واعره اول مره انا غنجي ليها واول تجربه غادا نعيش. خليكم 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 التجربة واعرة غدا نعيش اليوم. وصلنا واخيرا واخيرا وصلت لهاد البلاصه هذه هذا كاين في منطقه زيتين بورنو هذه كتعتبر اكبر بلاصه ديال التزحلق على الجليد او باللغه التركيه هي بوز بيست عقلوا عليها انا نكتبها لكم هنايا فكتعتبر اكبر بلاصه لانها كتضم حوالي 2400 شخص يقدر يدخل ليه. المهم فانا اول مره فاش اكتشفت هذه البلاصه هذه قلت اول مره خاصني نعيش هذه التجربه ديال التزحلق على الجليد ها خايفه المشكله ما عنديش لا سورونس خايفه لن نجيب الربحه صيفط لي راجلي صحيحه صحيحه غنرجع لي معوقه. المهم خلينا نعيش هذه التجربه كاملين وكنتمنى منكم لايك كومونتير بارطاج بيان سور البارطاج مع صحاب والحباب. غادي تخيلوا معايا متحمسه بزاف باش ندخل داخل ونشوف ونتمنى نكتشف الاسعار بشحال. البنات البنات انا شريت السكينه اللي با في البيض وشريت لها الجيب هذيك القصيره انا غنشوفها كي غادي ما غاديش من غاديش نتزحلق وهكذا طبعا غنلبس القصير. يلا ليتس جو هنايا ضروري تشوفوا هنا بالنسبه للطلبه يوجهوا يجيبوا معهم الكارطه ديال الطالب وديروا هنايا فتحوا الكاميرا باش تسكريني وباش يخرج لكم واحد الباشفور تعمروه. شوفوا بغيت نقول لكم واحد الحاجه ان فدخلوا مع الباب راه غادا تلقاو واحد اللائحات كما وريتكم في الفيديو غادا تعمروا في الباشفور يقولوا لي انتم غادا تعمروا الفورميلار الاسم ديالكم والكنيه ورقم التاجي ديالكم ياك عاباش تعمروا هو الاول عاباش تشدوا الصف مع الناس باش مشوا تاخذوا البيي ديالكم ب 75 ليره باش دخلنا. دابا حنا غنهبطوا للطابق الارضي يقولوا غندخل حنا مع الساعه شحال الساعه هذه الربعه ودقيقه حنا غير البرد حنا رانا نتسناو في الصف هادشي كامل هاد العباده هادو خاصنا نتسناوهم. هنا البلاصه فين كيعطوكم الصبابط ولي كاسك هنايا هادو كاملين الناس كيتسناو فاميليا. انا درت هذا شوف درت قال لك الوقايه خير من العلاج لبسنا الصباط ديالنا دابا يا غادي ندخلوا ان شاء الله بإذن الرحمن. اعطيني الصباط ديالي الصباطي البرديله ديالي حاشاك وين نحطهم تما
ممكن تشتري ال مع شكرا. بيت عرق تشارو دابا حنا راه داخلين بسم الله على بركة الرحمن. توفانا في الانرجيتيو بالانرجيتيو كاستا كلام önce bir enerji içiyor. Önce santiyle. Aa mesela hiç her şey. كما راكم تشوفوا دركا السكينه راه يدير في الرقصه الافريقيه. وين السكينه واعره كما راكم تشوفوا السكينه راه من طيحه لطيحه لا تروزيام فوا طيح مي كما عودتكم ما تفقدش الامل نيفر جيف اب. السكينة تنصحيهم بالمكان هذا ولا لا؟ نصحهم يشوفوا عيش الاكسبيرينس اللي عيشها عن القيمة حاجة زوينة وحاجة شابة والله. يعني لشت البري مناسب جدا خاصة سمعنا راه كيف والو كنمشيو ندوي عافية خويا الخاوي أمنا بأنكم تجوا لهنايا لهذا البوز سيتي ولا البوز عادات سيتي زيتي مور غنخليكم بيان سيغ هذا لوكاليزاسيون في الديسكريبسيون وتشوفوا انتم هذا الاكسبيرينس. شوكولا ما كتسمعش. 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 ما كتس